السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تطبيق موجود على الاندرويد وموجود على الايفون وفي نسخة منه اونلاين، هندي اللي احنا هنشتغل عليها ان انا عندي بكتب تكست وهو يبدأ يلونها. اقول له مثلا انا عايز اعمل ايه، ممكن اقول له مثلا مانجا كاركتر واقول له جنريت، من خلال التكست هو يبدأ يكون لي صور فيبدأ يعمل لي شخصيات بالشكل دوت. تقدر تعمل جنريت اجين تخليه يعمل لك صور تانية، او تقول له انا عايز اجرب كلمات اخرى بحيث ان تعمل شخصيات مختلفة.